مشاهدينا الكرام، متابعي القاهرة 24، أهلا بيكم في لايف جديد على صفحة موقع القاهرة 24. طبعا زي ما حضراتكم متابعين معانا، عنوان اللايف في الوقت الحالي في أمطار، يعني نقدر نوصف إن هي أمطار كانت غزيرة مع الساعات الأولى طبعا من صباح اليوم الأحد، يعني شاهدت منطقة المهندسين بالجيزة، يعني أمطار غزيرة، أمطار خير تضرب منطقة المهندسين بالجيزة. طبعا زي ما حضراتكم متابعين وشايفين معانا، ده مع الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد، يعني في امطار نقدر نوصفها ان هي امطار غزيره، مع طبعا مع انتظام حركات السير العربيات وانتظام حركات السير المركبات في الشارع. طبعا خلينا اذكر حضراتكم ان هيئه الارصاد او الهيئه العامه للارصاد الجويه توقعت في بيانها اليوم عن حالة الطقس اليوم الأحد أنه سيسود البلاد طقس بارد ليلا، وكمان في الصباح البارد أو في الصباح الباكر هيكون أيضا بارد، بينما يكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. طبعا زي ما حضراتكم متابعين معانا، متابعي أو مشاهدي موقع القاهرة 24، يعني أمطار تضرب منطقة الجيزة بالمهندسين، زي ما حضراتكم متابعين معانا إن الأمطار نقدر نوصفها بان هي امطار غزيره يعني بالمنطقه، لكن ومع ذلك يعني حضراتكم متابعين معانا حركه نظام العربيات بالشارع ونظام حركه السير ايضا بشكل طبيعي في المنطقه. خليني اذكر حضراتكم طبعا ببيان هيئه الارصاد الجويه اللي توقعت من خلاله ان اليوم الاحد الطقس هيكون بارد او يعني بارد خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد، ايضا كمان ان الارصاد الجويه توقعت طقس بارد ليلا بينما يكون مائل للبروده نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه. أشارت الأرصاد الجوية في بيانها إلى أن الطقس يكون معتدل الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بالإضافة إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة مع فرص ضعيفة تصل إلى متوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة مع نشاط رياح خفيف. طبعا زي ما حضراتكم متابعين معانا، يعني مشاهدي القاهرة 24، أمطار نقدر نوصفها بأن هي أمطار غزيرة على الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد تضرب منطقة المهندسين بالجيزة. طبعا يعني رغم الأمطار اللي موجودة، يعني حضراتكم متابعين معانا وشايفين انتظام حركات السير في الشارع، يعني كما هي بشكل طبيعي، يعني العربيات منتظمة في سيولة مرورية بشكل طبيعي. طبعا يعني أمطار نقدر نشوفها إن هي أمطار خفيفة. خلينا طبعا يعني نستقبل بعض الدعوات من حضراتكم، اللهم صبيبا نافعا وينفعكم بالصحة والعافية. طبعا يعني الأمطار لحد الآن يعني هي أمطار، يعني نقدر نقول إن هي أمطار غزيرة، يعني بدأت مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، يعني كانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت يعني إن الطقس هيكون أيضا بارد ليلا وكمان يكون في نهارا بارد، وده اللي حصل. واستقبلنا مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بعض الأمطار في منطقة المهندسين بالجيزة، لكن خلينا أأكد على حضراتكم، يعني شايفين حركة في سيولة مرورية في الشوارع، المركبات أو السيارات يعني لم تعيقها الأمطار عن السير في الشوارع، وكمان شايفين حضراتكم المارة يعني في شوارع المهندسين بالجيزة. طبعا يعني خلينا نستقبل يعني بعض الدعوات الطيبة والمباركة من حضراتكم في هذا التوقيت، يعني من نسأل الله عز وجل الإجابة لجميع دعواتنا في هذا التوقيت، يعني مع هطول ومع سقوط الأمطار.
يعني حتى يعني حتى هذه اللحظة، يعني الناس اللي بتسأل عن في مدرسة ولا لا، حتى هذه اللحظة يعني وزارة التربية والتعليم يعني ما أعلنتش عن أي حاجة، لكن من الطبيعي طبعا في انتظام لعملية الحركة المرورية مع الساعات الأولى طبعا، وخطوط الأمطار. الأمطار مش غزيرة يعني، الأمطار غزيرة لكنها بدأت يعني تكون خفيفة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد. شايفين زي ما حضراتكم متابعين معانا في سيولة مرورية، يعني اللي بيسأل احنا موجودين في منطقة المهندسين بالجيزة، وتحديدا شارع لبنان، يعني زي ما حضراتكم متابعين معانا في سيولة مرورية بشكل يعني بشكل كويس، يعني في الدنيا بدأت تنتظم في مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد. لا طبعا يعني الأمطار مش في الجيزة كلها، الأمطار دلوقتي موجودة تحديدا في منطقة المهندسين، يعني منطقة المهندسين وتحديدا في ميدان لبنان. تفاجأنا مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، يعني كان في سقوط للأمطار وبدأت الأمطار تكون تسقط بشكل غزير، لكن وانا بكلم حضراتكم دلوقتي الامطار بدات يعني تخف تدريجيا سقوطها، يمكن تكون دلوقتي امتنعت بشكل ملحوظ وواضح عن السقوط، لكن يعني هيئه الافراد الجويه توقعت بالامس ان هو هيتم يعني الطقس هيكون بارد. يعني ننصح حضراتكم بارتداء الملابس الشتويه، خلاص يعني الشتاء بدات تقدم علينا. يعني ده كان كل ما لدينا في الوقت الحالي، إن شاء الله أي مستجدات وأي جديد هنتابع مع حضراتكم. شكرا ليكم وشكرا لكل متابعينا الكرام.